يلا اول سؤال اكشن اكشن اول مرة تتقابلوا كان في كان في الجونة كان في لا كان في الجونة في البطولة نو كان في الاستوديو واحنا بنسجل اغنية واحنا البطولة. بنسجل اغنية البطولة صح سنة كام يا عم 2015 صح أول انطباع أيوة أول انطباع أنت خدته كنا بنعمل أغنية ف يعني حسيت صوتك حلو قوي على إن أنت مش واخدة حقك في الحتة دي أنت كمان قلت لعسيلي أنا عايزك تبروز صوت بشرة أو عايزة تبان بالنسبة لي الأول انطباع خدته عنك إنك لذيذ جدا وعندك إنرجي ويعني بجد بتحب المزيكا قوي أول شخص يجيله انهيار عصبي بسبب مهرجان كان فكرة إنك إنك بتكمل سنة ورا سنة ورا سنة It's not easy to maintain كل الحاجات دي مع بعض فحاجة تجيب انهيار عصب في حاجات كتيرة قوي بنمر بيها بتبقى طف وصعبة جدا كلها مشاكل لو ما تحلتش ممكن تبقى سبب في إن المهرجان ما يكملش صحيح أول مرة تختلفوا كام بسبب واحنا امتى ما اختلفناش يعني هو ده بس هي الميزه ان احنا بنختلف بتحضر يعني بنحترم اراء بعض وبنسمع لبعض السنه دي اقل سنه نختلف فيها بس يوجوري صح احنا مختلفين تماما كافكار بس في مبادئ عامه بالظبط اول سنه مهرجان الساعه 6 على الريد كاربت اول حاجه قلتوها لبعض كانت قلت يا نهار ابيض دي قلبت بجد We did it فاكر؟ قبل المهرجان ده بثلاث ايام الاولاني انا بقول انا كنت بدور على طياره نيويورك يوم الاحد عشان اسافر لان هو المهرجان مش هيقوم لا عمرو فتح شباك فتح شباك هنا في الجونة في الاوتيل فتح شباك الاوضه بتاعه وطلع وبص لربنا وقال له يا رب انا عايز معجزه كم الحاجات اللي كانت ممكن تو جو رونج كلها حصلت قبلها 24 ساعه على فكره هو الساعه 8 الصبح انا صحيت قلت يا ربي انا عايز معجزه واللذيذ ايه انه كان في يعني مايسترو واوركسترا بتتلعب ان كل حاجه كانت بايظه ماشيه بالثانيه بالثانيه الناس كلمني ايه ده ازاي العربيه معادها 6 جايه 6 يسرى بتقول لك يا عمرو 6 فعلا ابقى الساعه 6 العربيه عندي وانا على الريد كاربت ياه وده حصل ازاي مش عارفين السنه دي بقى ثالث سنه قلنا ايه السنه دي انا وانا داخل يعني كنت عمال اقول لنفسي انرجي اول سنه صح يا رب يا رب انا عمال اقول يا مسهل يا مسهل